أهلا وسهلا بكم جميعا أعزائي طلابي طلاب اللغة والأدب السنة الثانية في شرح لأبرز الخطوط العريضة التي سيتم التركيز عليها خلال الفصل الدراسي الثاني وتحديدا الأسبوع 16 من كتيب اللغة والأدب فن القصة، وهي الوحدة الأخيرة أمامنا في هذا الكتاب، فأهلا بكم جميعا. أذكر بالمفاهيم المتصلة بهذه الوحدة، وأذكر بأن عنوان الوحدة كان خطوات على الغيم. إذا قلنا أن المفهوم الرئيس هو الإبداع، لأن الكتابة هي ليست شيء سهل، ولا يستطيع أي شخص التعبير عما يجول في نفسه باستخدام تقنيات وأساليب تؤثر في القارئ. لذلك المفهوم الرئيس الإبداع. الكتاب في هذه القصص أبدعوا بالكتابة، ونحن سنبدع في التعبير وفي المهمات المختلفة التي سنقوم بها. فقد نمثل القصص التي أمامنا، فقد تكون مبدع في التمثيل، قد تكون مبدع في الرسم، قد تكون مبدع في الكتابة التحليلية أو التحديد. لذلك كل شخص منا لديه جانب يبدع فيه. أما المفهوم ذو الصلة هو الإطار العام، الزمان والمكان. أذكر أن الزمان والمكان هما عنصران أساسيان من عناصر القصة. التعبير عن الذات، فكل كاتب يعبر قلت عما يجول بخاطره أو عن نفسه من خلال الكتابة الإبداعية التي يقوم بها. فلو قلت لك قم بكتابة قصة أو تخيل أنك ستتحدث عن الحيوانات من خلال قصة، لن يكون هذا الشيء بشيء سهل عليك، لذلك ستقوم بالتفكير مليا ومليا حتى تصل إلى طريقة كتابة إبداعية. أما السياق العالمي هو التوجه من حيث الزمان والمكان، الحدود. وأذكر أيضا أن الحدود، القصة أو كتابة القصة لا حدود لها، فقد يبدع باستخدام أساليب خيالية، قد يجعل الحيوانات تتكلم، لذلك إذا القصة لا حدود لها. أما عبارة الاستقصاء هي الإبداع تعبير ذاتي يتخطى حدود الزمان والمكان، فكما قلت لا حدود له. إذن الموضوع الأول الذي سنركز عليه أعزائي الطلاب هو القصص كما ترون. فأمامنا القصة الأولى هي قصة العم صالح، قمنا بقراءتها، سنقوم بتحليلها وتحديد عناصر القصة فيها من الشخصيات، الزمان، المكان، العقدة، الحل، الحوار، الأساليب والتقنيات التي استخدمها الكاتب في هذه القصة، والغاية أو الدروس المستفادة أيضا منها. فكل قصة لابد أن يكون وراءها جملة من الدروس التي نتعلمها دائما، إضافة إلى أن هناك مفردات جديدة في كل قصة لابد من تفسيرها واستخدامها في مفرداتنا، لا سيما إن كان أمامنا إبداع كتابي. الموضوع الآخر الذي سنتطرق له هو المهمة التحليلية، حيث ستكتب مقالاً تحليلياً لقصة العم صالح، سيكون هذا المقال في حصتين، فقمنا بكتابة ذلك سابقاً، ولكن سأكرر بالحديث عن الأدب والكاتب والعنوان، الزمان والمكان، الشخصيات، الأساليب والتقنيات، الخاتمة، ورأيك بالقصة. أذكر أنك لابد أن تستخدم أدوات ربط في كتابة المقال التحليلي، علامات الترقيم، طريقة التنظيم، عليك الرجوع إلى المعايير المحددة وهي التحليل، التنظيم، واستخدام اللغة. وأذكر أيضا بأن المقال التحليلي عبارة عن أو عليك أن تبدأ بجمل مفتاحية من كل فقرة من هذه الفقرات، فمثلا الأدب مهم لأنه، أو يعد الكاتب ابن البيئة، العنوان هو مدخل للأعمال الأدبية، فلا يجب أن تبدأ بالحديث عن الموضوع مباشرة دون تمهيد. لن يكفينا تحليل قصة واحدة، فأمامنا قصة أخرى أيضا وهي بعنوان الشيوخ الثلاثة. كما ترى الصورة تعبر عن العنوان، فسترون ما مدى ارتباط العنوان بالأحداث الموجودة عند قراءة هذه القصة وتحديد عناصرها أيضا كما قلت، من زمان ومكان وشخصيات، ووصف هذه الشخصيات، واختيار
الأساليب والتقنيات التي أعجبتك، ثم الدروس المستفادة، وما رأيك في القصة؟ أذكر أن هناك مجموعة من الأسئلة بعد كل قصة تقيم من خلالها فهمك للمقروء وتعبر عن ماذا تعلمت. أذكر أن أسبوعنا هذا سيكون عبارة عن قراءة قصة وتحليلها، لا سيما أننا نتحدث عن فن القصة. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وحب.